دكتور إبراهيم، يعني ممكن الشباب اللي كانوا صغيرين في الوقت ده ما يبقوش مدركين قوي ايه اللي كان بيحصل، بس تمام. احنا عدينا وكنا شهود عيان، ويعني تعاملنا مع كل هذه المشاهد 9 سنين، ولما بتشوف اللقطات دي مرة تانية بتعاد قدام حضرتك، بيبقى ايه شعورك؟ ايه اللي بيجي في ذهنك على طول؟ طبعا الشعور الفخر والاعتزاز والامتنان لشعب مصر العظيم اللي هو بطل القصة وبطل الرواية وبطل الملحمة، وشعور بالعظمة والاعتزاز والامتنان لذراع الشعب القوي الأمين القوات المسلحة، وشعور بالامتنان والعزة لذراع مصر شعب مصر الأمني الشرطة، ثم بشعور المسؤولية ان احنا قد ايه الشعب المصري دفع ثمن غالي من الدم المقدس الطهور عشان نخلص من هذا الفيروس اللعين المتحور. هو الاخوان عاملين زي كوفيد 19 كده بيتحوروا، يعني ما يعني كل فترة من الفترات عمرهم لهم تحور معين. يعني احنا طبعا يعني في مسيرة ال9 سنوات انتهينا بقى، وبقى اصبح معلوم لدينا من الواقع والتاريخ بالضرورة ان تنظيم الاخوان الاجرامي ده يعني وكيل عن القوى الغربية التي تريد أن تجعل لها وكيل بالمنطقة ينفذ إرادتها وينفذ أجندتها. ده يعني ثبت لدينا كيقين وكعقيدة وانتهينا منه. تمام. كمان القصة أن التقية والخداع الاستراتيجي اللي استمر به التنظيم لمدة 90 سنة على الشعب المصري بأنهم الأيدي المتوضئة والناس بتوع ربنا، والشعب المصري كان بيروح الصناديق بتنتخب الناس دي ليه يا فلان؟ الناس بتوع ربنا. طبعا 9 سنين دول كشفوا بقى قد ايه الشعب المصري كان مخدوع في هذا التنظيم الاجرامي، والتنظيم كشف عن وجهه الحقيقي وعاش الحقيقة اللي هو كان مخبيها عن الشعب المصري طوال 90 سنة. ومصر قدرها انها تكون منقذة للعالم وللإقليم دوما. واعتقد ان انتوا كان في الحياة والحياة برنامج الحياة يوم كان ليكم السبق والمبادرة بإذاعة فيديو للشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، اللي هو بيتكلم عن مصر ومصر. من يعني لو نذكر ان هو كان بيتكلم بحميه ومن رد همجيه التتار وكذا، فبرضه يعني زي ما مصر كان قدرها مع قطز وجيش مصر بانهم ينقل، طبعا المغول والتتار كانوا جايين خدوا الصين والعراق وايران وقضوا على الدوله العباسيه في العراق وداخلين كان قدامهم عقبة لو تخطوها هيعدوا بقى على شمال أفريقيا من المغرب وتونس وده، ويعدوا منهم إلى الأندلس وأوروبا، وبعد كده يبقى احتلوا العالم كله. وكاد هم من الوحشية والهمجية أنهم بيقضوا على أي جنس يعني غيرهم، يعني كان طموحهم أن يخلصوا على كل البشرية ما عدا الجنس ده. فجيش مصر خرج ليهم في الشام وقضى عليهم وهزمهم وقضى على امبراطوريتهم وانتصرت مصر، وكل الكتب التاريخ بتذكر ان ازاي جيش مصر وبقيادة قطز حمى العالم كله من الهلاك، والمشروع الاخواني وداعش والكلام ده وبعد كله، ليبيا، تونس، بعد 800 سنة نيجي نكرر نفس الحكاية. صحيح. في 30/6/2013 ويخرج لنا قائد جيش مصري برضه استجابة لأمر الشعب ويخلص العائل مصري من شر هذا التنظيم الإجرامي وينقذ العالم بشهادة القادة، كل قادة العالم بعد ذلك بعد أن أدركوا. يعني من ضمن برضه التجليات اللي حصلت إن كمية التدليس اللي تمت في مراكز الأبحاث الأمريكية زي كارنيجي وزي كارتر وزي المراكز البحثية دي كانت مقدمة صورة إن يعني الإخوان إن هي الدمج يؤدي إلى الاعتداء.